طبعا يا ميسو، طبعا طبعا، ايوه انا فاهم. لا معلش مش هقدر اسافر معاك، مره جايه ان شاء الله. لا ابدا، بس مشغول شويه. خالد؟ اه خالد موجود، ثانيه واحده هديهولك. لا بيسو طنش عليه خالص. الو، ايوه بيس، وحشتني، اخبارك ايه؟ ايه؟ نتقابل بكره؟ ماشي، فين؟ طيب ماشي، حقيقي هجيبه معايا. سلام. ايه يا ابني؟ مش عايز تروح الفيوم ليه؟ فيوم؟ عايز تروح الفيوم عشان تتفسح؟ مش كفايه البومبة اللي بناخده كل يوم؟ ولا انت نسيت؟ يا حسن انا شايف ان دي فرصه كويسه قوي نقرب فيها من العيال، لازم نصاحبهم. نصاحبهم ايه؟ هي دي عيال تتصاحب؟ ما انت شايف سيس هايدوس كافيس اللي عامل فيها مالو مراته وخاوتنا مع كاتب التمثيل، احنا ناقصين. حسن انت مكتئب النهارده. انا مش مكتئب، انت اللي نايم على ودانك ومش داريان باللي بيحصل. فرحان لي قوي بتليفون سيبيسو بتاعك ده. قصدك ايه؟ قصدي العيال عامله لنا كمين. كمين؟ ايوه. انت عايز تعمل الفيلم ده ولا لا يا حسن؟ يعني ايه؟ يعني لازم نواجه العيال دي. عايز تواجههم واجههم لوحدك. أنا مش هسافر الفيوم. Zum Schluss möchten wir Herrn Hans ganz herzlich danken für seine ausgezeichnete Vorlesung über das Kino der Jugend in Deutschland. Danke. Sayed, listen to me. An artist must go through all kinds of experiences. I'm trying to help you to accept yourself as you are. Do you know how important this is? I'm trying to get the artist out of you. Do you understand that? كنت متأكد من الأول إن في حاجة غلط، الموضوع ده هيفشل. قعدت تقول لي لا، الفكرة دي هتضرب. Very interesting atmosphere. مش كده؟ يا فرحة عزيز درويش. أيوة أتاريك، لما كنت بتكلمه كنت بتقول له طمن يا فندم، لما هينكتب الملخص ربنا يعدلها. أيوة أيوة، أنت كنت عارف إن العيال دي مش هتقف قدام الكاميرا، مش كده يا أستاذ خالد؟ ها؟ هي دي الصعوبية؟ هي دي الأحلام اللي اتفقنا عليها؟ كل ده عشان صباح سكت. ايه اللي كان سيري صباح دلوقتي في الموضوع؟ صباح ولا انت اخر بالموضوع؟ الو مين؟ فين؟
ايوه طبعا هاجي. سلام. طب عايزه تشوفني النهارده. Sayed, I want you to leave the house. I cannot bear being around someone as stupid as you. You have no taste in art whatsoever. You're not even a man. I'm leaving now. When I get back, I don't want you here. احنا جايين هنا نعمل ايه؟ بعدين اقول لك، بس وانت داخل البلبس وش الكلب. وش الكلب يعني ايه؟ يعني تخش مكشر واسمك حمامة. حمامة؟ أيوة. هاي. تقعد هنا 5 دقايق وهجيلك. مين ده؟ مش وقته، بعدين بقول لك، بس خليك قاعد لابس وش الكلب. Listen, I have some company now. I'll call you back later. Bye. Who is this guy? This is Hamama. The crazy guy you told me about? Yes, and he's very angry about the money. Do you have it? Yes. But will you tell him to take it easy? I'll try. Okay. I'll be inside. نعرف بقى مين ده؟ ده زبون عايزه منه فلوس. فلوس ايه؟ فلوس حشيش. حشيش؟ انت كلش بس الجدع ده مخرتن عليا بقاله شهرين مش عارفه اتلم عليه. يلا يلا ننزل. بس اقعد. انا كنت عارفه ان انت هتبوظ لي شغلانه. حسن بلا زفت. حسن لازم تعرف ان انا جايباك معايا هنا عشان تحميني، وبعدين انا لازم اخد الفلوس دي. حسن عشان خاطري، عشان خاطر سبوعه. 5 دقايق وهننزل سوا. 3 دقايق
أنا آسف حسن على إزعاجك. أنا واقع في مشكلة كبيرة. صاحبتي بعتت لي البيت عشان تحطني قدام الأمر الواقع. أنا زي ما أنت عارف ما عنديش حتى عشانها. أنا قاعد في اللوكاندا والأوضة مخنوقة ما فيهاش تهوية. رحت لصباح فقالت لي جابها لك منك، يعني بتحب الأطفال. تخليها عندك لحد ما أدبر نفسي، ها؟ بس الموضوع يمكن طول شوية. أنت عارف الظروف اليومين دول صعبة والبيزنس واقف. دي خدمة إنسانية حسن وأنا مش هنساها لك. اسمها ياسمين. سلام. Why am I tied to this chair? What are you doing? Syed, whom are you calling? أنا خاطف شخصية مهمة جدا في البلد. جاهز ورقة وقلم. جاهز؟ اكتب. واحد 100,000 دولار. اثنين فيزا مفتوحة لأمريكا. ثلاثة تذكرة سفر لهوليود. هوليود. أربعة
ناس في معهد فنون مسرحية الهرم ونادي القصة بالقصر العيني. كتب خد نمر التليفون 344-212. لو ما رديتوش عليا في خلال 5 دقايق هحط السيخ المحمي في صرصور ودنه. مشهد الحصار هيبقى عند القمر الصناعي. سيد بليز انتهي مي. I'll take you to Hollywood. I'll make you a star. What the hell is happening? You have 5 minutes. Then what? Then you go. قولهم يا فندم. مش ممكن مش ممكن. هو في ايه؟ مش عارف. القهوة فاضية كده ليه؟ مش عارف. العيال راحوا فين؟ مش يمكن تكون اجازتهم النهارده؟ مش عارف. امشي يا معلم. ولا كلمة. في ايه؟ في ايه؟ هو دي على فين؟ في ايه؟ مساء الخير. ما شفتش بيسو؟ بيسو ايه اللي حصل؟ موضوع تقيل. بيقول لك في واحد خواه كبير قوي اتقتل. حسب الله ما لله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. تعرف ايه عن سيد ابو زيد؟ ما تعرفش حد اسمه سيد ابو زيد؟ ما تعرفش ده؟ اعرفه، ده سيد اسكارفيس. تعرف ايه عن سيد زفت؟ اعرف انه كان عايز يمثل في الفيلم اللي عمله. وايه بقى حكايه الفيلم اللي عايز تعمله؟ عايز تعمل فيلم مع شويه نصابين؟ انت عارف انك ممكن تتهم بتسويه سمعه البلد؟ يا الطاف الرحمن يا الطاف الرحمن، انا ما عنديش اي رغبه في ان انا اسوق سمعه بلدي. امال اللي بتعمله ده تسميه ايه؟ دعايه سياحيه للبلد؟ هي دي الوطنيه اللي انت اتعلمتها؟ ايه دخل الوطنيه في قضيه سيد؟ انت هتتلمد معايا؟ انت دخلت جيش هنا؟ لا يا منجي من المهالك. يعني ما دخلتش جيش وتقاوح في الوطنيه وانتوا مش فاكرين في كلامه بس؟
لو انا مش مسموح لي غير ان اقول ان الشباب بخير والحياه لونها بامبي، ولو قلت حاجه غير كده تتفسر على انها قله وطنيه وتسويق لسمعه البلد، فيبقى الغلط مش فيا. دوروا عليه في حته تانيه، لان انا مش قلقان. هفضل احلم زي ما انا عايز. ما تحلم يا ابني، حد حايشك؟ وانت يعني مش لاقي غير العيال الصيعه دي تحلم بيها؟ يا اخي احترم تاريخ ابوك وامك يا اخي. لو سمحت خلي ابويا وامي بره الموضوع. انا سايبك ترد على حضره الضابط وتتفلسف عليه ده بدل ما تشكره عشان بينصحك؟ الراجل عنده حق يا اخي، وياما قلنا لك الكلام ده قبل كده. معلش يا حضره الضابط، يا سعاده الباشا، طش باب امسحها فيا انا، امسحها فيا انا، ولا زعل نفسك ابدا. ثانيه واحده، انا لسه جاي لك بكلام. انت اساسا متهم انك مولت فيلم يسيء لسمعه البلد. انا مبسوط يا سي حسن؟ استريحت؟ اهي اتقندلت. انا بعد 40 سنه خدمه في السينما اتخذ تحري واتهم بخيانه البلد؟ انا كان قلبي حاسس من الاول انها هتنتهي في مديريه الامن. يا سعاده الباشا، اذا كان في اي شك في وطنيتي احب اطمن سعادتك، انا دخلت الجيش وحاربت في 48 لما انقطم ظهري. انا ماليش دعوه بظهرك، احنا في التهمه الموجهه لك، ايه ردك عليها؟ اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. يا سعاده الباشا، انا هقول لسعادتك على كل حاجه. الموضوع ما فيه ان انا اعرف عيله الولد ده كويس من ساعه ما اتخرج وهو قاعد في البيت لا شغله ولا مشغله. والدته اتصلت بيا بحكم الصداقه اللي بينا وترجتني ان اساعده اشجعه. احرجتني، اتصلت بيها عشان انتج له فيلم، راح مفاجئني بحكايه الخراتيب بتاعته دي. انا رفضت طبعا. خراتيب ده ايه؟ هي البلد ناقصه مصايب؟ الو زينب، ارجوك تسمعيني كويس يا زينب. انا بتكلم الحاجة يا زينب، ما اقدرش عندي حس يا زينب، افهميني. ما يا ست، مش انا اللي قتلته ولا شرفني. اسمعيني بس، اسمعيني، انا بواجه لحظات حرجه سودة في حياتي يا زينب. انا عاوزك جنب يا زينب، ارجوك ما تتخليش عني. انا ما بهددتيش، انا في عرض اللي جابوا اللي خلفوك يا زينب. يا زينب، we'll be right back.
انت المسؤول هنا؟ ايوه انا. اتأخرت ليه؟ تعرف انت عملت ايه؟ ايه؟ بوظت النهاية. انت؟ نهاية الفيلم. طب افتح المحضر يا طلعت. انه في يومه وتاريخه. طلعت اوقف اللي انت بتعمله ده يا طلعت. انا جاي هنا عشان تفتح لي محضر؟ أنا جاي أنبهك على المصيبة اللي أنت عملتها في السيناريو بتاعي. اتفضل. اقرأ. ايه ده؟ ده اللي كان المفروض يحصل. عرفت انا جيت هنا ليه؟ تغلطت غلطتين. الاولى لما بلغت ومحدش سأل فيا. التانية لما ما جيتوش عند القمر الصناعي عشان تحاصروني زي ما اتفقنا. كانت ايه النتيجة؟ مش عارفين. انهيار البطل الدرامي. اثبت ده عندك يا طلعت. اثبت يا فندم. طلعت قررت اديك فرصه تانيه، بس توعدني انك ما تخيبش زي المره اللي فاتت. اوعدني. اوعدك بكره بالليل بعد الساعه 8 هتحاصروا مخبأ عند القمر الصناعي. انا هديك الاشاره. هي دي الاشاره. هتهجموا عليا بالطيارات الهليكوبتر. انا هقتل 18 عسكري وثلاث ضباط. انت هتتعور. بعد معركه جامده معايا تحس انكم هتتغلبوا. هتنسفوا المخبأ بتاعي بالقنابل اليدويه. تضربوني جامد بالرشاشات. هضطر اموت. هتلاقوا جنب جثتي السيناريو ده. تدول طلعت يوديه هوليود. مع تحيات سيد سكارفيس. ازيك يا ماما؟ ازيك يا فاطمه؟ بكره تصوير الساعه 8 لازم تكونوا موجودين. ها؟ ايه اللي خلاك قتلت؟ هنضطر نعيد مشهد النهاية، التفاصيل كلها مع طلعت، طلعت تبقى أقول لهم على كل حاجة، مستقبلي في إيديك يا طلعت.